سليمة، شن أحوالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعم الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنات اليوم أني صور معاكم واحد جام في تعرفوا الشهر ضايا نموت عليه، نحبه نعشق الشهر ضايا والله العظيم. بخلاف أنه هو معناه أول عام ولا درشنوه كل نحبه، خاطرني مولودة فيه مولودة في آخر النهار في جانفي، حتى راجلي وزادة مولود في جانفي. عاد الشهر ضايا نحس فيه كحاجات ما نعرفش، كان يعجبني الحقيقة أنه متأكدة أنه كل واحدة في الشهر اللي هي مولودة فيه الشهر ضايا تحسه هكا سبيسيال. أنا هكا الشهر ضايا حس روحي عرفتك نبدأ فرحانة فيه في نصفه عيد ميلاد راجلي، وفي اخر نهار في جام في عيد ميلادي اني. ان شاء الله عامكم مبروك ساعة قبل كل شيء. واليوم حبيت نقول لكم واخيرا مش مصدقه انه اني قاعده نصور لكم في الفيديو نتاع الكوجينة كملت الحمد لله يا ربي. مانيش مصدقه لاني قاعده نصور فيه الفيديو نتاع ضيا عندها تو من نوفمبر ولا ديسمبر اكتوبر، اخر نوفمبر بدينا في المرمى. ديسمبر اكتوبر ونوفمبر عندي شهرين بلاش هويه في الدار. الحمد لله تونا واخيرا مازلت حاجات بساط، معناها مش شكل اكل باش يقلقوني ولا حاجه. كيما هما باش نمشي معاكم اول حاجه باش نمشي نقضي قضيه الكوجينه دقيقة فارغة. كوجينتي ما فيها حتى شيء، كان قضية كانك متاع الديكورات، ما زلت مشريت حتى شيء، مانيش باش نشري حتى شيء للديكور باش نخليها الكوجينة. أزر سلمة مانيش باش نشري حاجة كبيرة لبنات الديكور الكوجينة باش نشري، معناها إن شاء الله الشهر الجاي وكهو مش الشهر هذايا الكوجينة ونحطهم في كدنيش. أما الباقي الكل باش تقعد رخامة فارغة. وعملت سربريز تشوفها من بعد، حاجة كنت نتمناها الحقيقة. وان شاء الله بشوي نكملوها مع بعضنا، معنى الحكايه مش تكمل تو، تحبها على الاقل اشهرها، مع اني نعرف روحي شنو باش نزيد فيها وكل الحاصيل. والمهم المهم المهم الباس تخدم وكها. بالنسبه للي قالوا لي على اسم النجار، من اول ما بديت في المرمى وحطينا لي كادر الناس الكل تسالني على النجار شكون. اني خدمت عند سي توفيق بير جديده في مساعدين، تنحط لكم البنات نمروه واتصلوا بيه يعطيه الصحة الحقيقة بالحق يعطيه الصحة، وسع باله معايا على الاخر. خدمها لي ما نكذبش عليكم في وقت قياسي، ركن القهوة عملت ركن قهوة صدقوني في نهار خدمها لي. قلت له نحب عليها والله حاب عليها على الاخر، في نهار اخترت وعم اخدمها لي في نهار. حتى من البيبان البنات والله العظيم يعني البيبان معناه خدمهم لي يمكن في 3 ايام ولا في نهارين ولا حصيله كيك 3 ايام ظهر لي خدم لي البيبان بالحق ويعطيه الف صحة والله العظيم. معناها ما عطلنيش جملة 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 بالحق، كلمة ليه يعطي الصحة وان شاء الله ربي يعين فاش طلعت به. باش نحكي لكم حاجة على كولور الكوجينة، اني من اول ما بديت قلت لكم راني باش نعملها جري في الاخر تبدل البروجرام الكل تبدل. سبحان الله هي متكتب معناها متصير كي كتبة ربي، في اخر لحظة تبدل البروجرام الحقيقة. أنا شفت إنه القريب شبدا بعيد ياسر على الكوجينة، خاطر الفايونس فيه البيج، النيش في المارون، الواحد متاع اسمهم الكاش متاع الضوء تحسهم هكا في البيج حصل. وقلت باش منهربش، عملت اني في الانستغرام حقيقة اول مره نعملها، مشيت بكلامكم انتم هبطت يعني كيك شنو تسمى هي. سالتكم اما خير معناها نخدمها جري ولا نخدمها كابتشينو. تقريب 88% قالوا لي خدمها كابتشينو، والحقيقه مشيت على رايكم وخدمتها كابتشينو. تشوفها البنات بعد برغم انه اني كنت ضد الالوان يعني كيما البيج وكل ما كنت ضدهم، اما في الاخر خدمه كابتشينو كيما الحقيقه اني في اخر لحظه معناها بدلت رايي، خاطر كيما قلت لكم النيش مارون ودرا شنو بيج وعرفتوا كل باش نخدمها جري بعيده ياسر الجري. خدمتها في الكابتشينو برشا منكم قلتوا لي راه مضخم وكلاس وتقريبا ما يموت الجملة وما تفدش بيه الجري، دي ما تحسه هكا حاجة كئيبة معناها هكا، خاطر كي حسسنا انه
دنيا عرفته الدنيا كي تسحب تبدأ في الجري كيك باشا. قالوا لي راهي هيك لون كئيب. انتها وليت خدمتها كابتشينو بصراحة أحلى برشا من اللي تمنيتها أني وأحلى برشا من اللي كنت متخيلتها. هيا معايا البنات قبل كل شيء، ما تحرقوش الأحداث، ما تسرعوش الفيديو، خلينا قبل كل شيء نمشيو العزيزة باش نمشي نقضي قضية الديكور. عجبوني هيك حاجات معناها فيها باش نمشي نشريهم وباش نمشي نتفر ناخو اكل بلانتيت متاع النيش وكهو باقي الكل دم بعد نشريوه اشرا خليل. شنو اخر يا ربي وكهو باش يمكن اليوم ننظم ركن القهوة، زعما ننظم ركن القهوة اليوم وان شاء الله غدوة نبدأ ننظم في الكوجينة، خاطر برشا حاجات بالحق لازم معايا شكون معناها يمد لي المعون. عادي معون لهني ومعون في دار حميتي مخبيته ومعون فك البيت، حاصلوا الدنيا داخله بعضها، لازم معايا حد يمكن نادي ما اختي، لازم بقى معايا حد ذكا خليه غدوه. باش عليكم في المقدمه هيا معايا مش محطوط هو 16000 ما صغيره تفع شيء هذه اما تزيد نجم تحطها في الفور مزيانه اما صغيره شويه. نادين اعطيني رايك اعطيني رايك زعما نشي كعب الكوجينة مديش تاع كوجينة ولدي جي جي كان مش شري هيك ندخل عليها الكلور هذايا ما زلت ما نعرفش واش ندخل عليها الكلور بيدك ندخل الروس انا كمان مش ندخل عندي شيء في الروس في الكوجينة اوزر اوزر تحب ال احلاتك كان حاسة بيا او جيبوا حاجات مزيانة مرضية شو هذا يزيد بالله روس اما خسارة ازرق عجبتني الشمعة زينة. شوف هذه نادين شوف حل حل طشنا سلو احنا نجيو نمتى وعينينا نقول ما نشري شيء بعد لطيف نشري شو محلاها كسكيس هذه تنجم تعمل فيها المقارون اوه لا كيفاش شنو هذه هذي هو مع بعضه كيك تنجم تعمل فيها المقارونه خاطر هي لما مش باهي البلاستيك اما ذي حديد تستقدر فيها مقارون اي حاجه معناها سخونه احلاها هذي تستحقها من مشكله اني نحبها على حاجات تاع تنظيم الكوجينه اوزر اوزر نزيد بس مرتاحة شو شو بدي سلمى كراتها لهني اوزر سينو زعما ذاك متاع الجاتو اوزر صحافي انتي اوزر حطها هيك واحدة قديت سالي واحدة بعشرة ليه عشرة ليه أما شوف أنتي الماتير متاعها وزينتها معناها وكل شيء مزيانة مزيانة وديس 7000 كان شيء أبيض قديه أما حلو هو غلبية تلازانيا هما ماذا بين نشريو منهم نتاع القلوب كفرية هذايا بعشرة آلاف هذي نشريها لهم زعما صغيرة نشريها لهم عشرة آلاف وتسعمية هذي مزيانة ولا تاع شوكولاتة واحنا معنا شوكولاتة بالطبيعة شوف سقطات نتاع المعونة دي هما صغير بربي هذا الشيء يرفع جايبين هذوما زاد المنظمات انا دي زعما قديه 13000 هو لا مش هو بعلي هو نتاع لا مش هكا هذاك مش هذا هانوكم شنو نادينا مالكيت عجبتني هيك نحط فك دوك نتاع القهوة مش عارفة عمل لي مزيان لا أنا هيك
لوف كيك في البيت. انا قاعده نشري في المنظمات ونتاع الديكور ما نشريش. هذي كنحب عليها الحقيقه كيسين عجبني كولور هذا البنات مش نورمال. شوفوا هذه نتاع الشمع كمل شويه كي تجي تسهر. ها حطها هذيك شكاب هذه نادين مش نورمال. هذه بالحق تاع ركن قهوه دي مش نورمال والله. تاخذ فيها المي ولا وزل هنا هيك الكافتيريات وكل شيء دي محلية هذي نادي. هذي طيب العظم أزوز طيب العظم موز نورمال مو كيك ولا طيب العظم تحطها في الضوء. لو كل قهوة بتحط فيها الكبسولات تحط كيس الكيس القهوة غادي كابتشينو ولا زعما عش. اما ديما سلعة تونس شيء مش باهي. واحد للدار الجوله اللي في عزيزه هذيك عملتها عندها توا يمكن 3 ايام ولا 4 ايام. عندها 4 ايام انا يعني روحت عندي توا اضيف ثلاث يوم لداري ما صورت حتى شيء الحقيقه. لا انا صورت لليوم صورت ارتحت خديت بوز ان شاء الله توا غدوه نرجع للروتينات نتاعنا. حسيت الدنيا طقس بارد 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 على الاخر. حبيت نوريكم شنو شريت. يمكن ننظم معاكم ركن القهوة الحقيقة ما خذيتش قضيتها اما قلت خلي ننظمها هيك مش حاطيني قلبي انها نشوفها مش معمولة بصراحة. خذيت الكيس هذايا وجينا عملتها كابتشينو توشينو معناها باش ندخل عليها الالوان كيف ما هيك. هذايا اللون اللي اني عجبني على الاخر باش نوريكم بيت فطور عجبتني ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يسهل لي ان شاء الله قبل رمضان نخدمها. الكولور هكايا عجبني على الاخر بصراحة نحسه هكا باش يعطيني روح للكوجينة. عندي قداش معناها عملتلها اونجستريل من فوق بيج وكالطاولة في الوسط. اني طاولة عجبتني ان شاء الله باش نخدمها بنفس اللون غير اني خدمت على البلون وخدمت على الكافتشينو. اما حبيت الكولور هذا يندخلو في المعون وكل ديكور اللي فوق الرخامة. اما الحاسيلو بديت بهالشمعتين هذا لقيته والله العظيم بزهر معناها لقيته في عزيزة في باليش باش يجيبو هكا في الكولور هذا. نعرف باش تقولولي شمع ميجيش في الكوجينة شمع ميجيش في الكوجينة اما اني عجبوني على الكولور نتاعهم على الكولور نتاعهم هذاك شنو اللي معناها عجبني فيهم. اما نجم معناها نعمل شمعة مش مشكل معناها. وانا نستعملهم مثال في الصالة ولا في بيت نومي وبعد جست نجيب بك اللي متاع الكولور هكايا هو اللي عجبني اني حصيل. خذيت كعبتين هذا 7000 الكعبة دي 7000 وخذيت توس كيسين هذوما الكيس زيتت هو 7000. من الاول استغليته شويه الحقيقه ما نكذبش عليكم الاول استغليته شويه اما بعد قلت هو ركن قهوه ما يصيرش ما يغلى عليه حتى شيء ركن هذايا حبيت خذيت هذوما ما شدت فيها صحيح. قالت لي امشي خذ من عزيزه عطاني الفلوس هي الحقيقه ربي يخليها لي. قالت لي كادو نتاع كوجيتك خذ اللي تحب من عزيزه. قلت لها بيت انا خو اللي نحب من عزيزه. اما الحقيقه ما زلت معناها مشيتش للترفر ولا هيك بلايص باش نقضي ديكور الكوجينه ما زلت فهمتوا فقر خاي مازال ما عندي حتى شيء ومازلت في الوقت الحاضر مش نعمل حتى شيء. ان شاء الله الشهر الجاي نظمها بالباهي. اظن شنو خليت من عزيزه اي خليت حاجه اخرى استنى خديت السيبور هذا خديت كعبه ليا وكعبه لما. قد ما نقول لكم السيبور هذا نموت عليه ونتمنى اني ناخذه. صدقوني مره مشيت لترفر اني واختي درناه الكل ترفر الكل درناه على السيبور هذايا وريته عند بنت خالتي وقتها عنده الفيديو عنده عام ونص ولا هو عامين وقتها نعمل فك العولة حاسيله مدتنا هيك كاب كيك فيه.
قلت لها بجاه ربي يا مجدة بيحولي حتى بعشرين دينار ناخذ من عندك. قالت لي لا. حاسين له لوشت عليه لوشت عليه ما لقيتش وما صدقت لربي. خلطت عليه في عزيزة صدقت لربي هوني. أضاي ما خديتوش الركن القهوة راه واخديته معنا هيك كي نعمل طبيق نحط فيها كاس قهوة نحط فيها حويجة هيك وكهو. أضاي البنات شنو خديت من عزيزة به الكيس هذايا بزهري بزهري نهار اللي اني مشيت فيه العزيزة جاني كادو جاني كادو يا ضحى ربي يفرحك ان شاء الله. عطتني المقروض وعطتني الكيس هذا وعطتني واحد هكا ينحي المكياج وباش حاجات بالحق يعيشك يا ضحى ربي يفرحك ان شاء الله ربي يخلي لك تغيراتك. وعطتني الكيس هذا قلت لها والله العظيم ما نحطه في ركن القهوة عادك وان ديجا عجبني كولير هذايا مزيان يفطق مش نحطه حتى هو في ركن القهوة. وجابت لي هذه زادة حسنا باش حاجات جابت لي هذه زادة جابت لي شمعة هذه وجابت لي كما قلت لكم ملي نحي المكياج جابت لي المقروض متاع مقروض زادة تنوريه لكم من بعد نحضر قهوة. إجا معايا للسيربريز. شوفوا البنات تركزوش عليكم تاع الضو غادي هاني استنى في الراجل حصلوا البنات قصيت يعني وهاني رجعت لكم وصلت حطيته برا يعني خاطر الرجل جاي وقال لي قاعده نصور به ديما فوق البنات ذكروهم ولا كنا قلت نحط فيهم هذا هكا حلوه وشوكولاته تاع مش نقدي كل شيء يعني نبدا هكا ركن قهوه في كل شيء عرفتوا كل شيء باش تحضر هكا قهوه العشيه تلقى فيها برشا حاجات عاش إذا نعملهم هني هيك ولا هيك حسب رايكم كيفاش الشمعتين قاعدة حايرة نحطهم في النيش غادي عندي هذي منيش عارفة نحط فيها هيك البسكو ولا نحط فيها القهوة ايضا نخليوها للبسكو حتى كي عملت كيس ولا حاجه تبدا الدبوسه كبيره معناها اذا حضرت كيس ولا حضرت اي حاجه معناها عندي بسكو حاجه اوكي هي كبيره واسعه توا عندي كان الباكو سمايل هذايا لقيته هاك مفروك خاطر كما تعرفوا الصغار ما يخلوش الحليب هذا نحط فيها في القهوة اني ديما غسلتها بكري باش نعبي فيها تو القهوة العربي هذه اللي عملتها اني معاكم ديجا هذه قهوة عربي البنات معناها نهزها للطاحونة نحط فيها الهيل نحط فيها القشور الهيل ساعات تحط فيها ترونجية والحمص هذه اللي نطيبها اني قهوة العربي
إذا قريبو فاتي باش نعمل الأخرى. صار ريتو نحليهم هذوما، هذوما نحبهم يظهروا مش باش يظهروا هني، مش باينين هني. زلت عندي كعبة أخرى متوسطة، والله لاني عارفة أصغر من هيك بشوية، مش عارفة وين حطيتها، شنو حاطة فيها مش عارفة، مازال الدنيا داخلة بعضها عندي الحقيقة، معرفش نحط هاذي يعني هيك، يا إما نحط هذوما البنات نقاط البابونج، هذوما ديما ناخد فيهم دجاج على الماء وصورتها معاكم، خاصة في الشتي ناخذهم الراجلي خاطر عنده شقيقة. البابونج معروف معناه يعني نحي شوية هيك الشقيقة، عاد هكا نعطيه منه نختراع برا، يعني مش عارفة شو نحط وشو ما نحطش. زلت عندي كعبة أخرى لهني لما نجي نحط فيها الصحابة، مادام هو هكا تابعهم في اللوح. الشماعات تحطهم هني زعما، هذا نحطها هيك حتى لين ناخذ هكا شوكولاتة وكل عندي. لما كنت خديت نسكافيه وقبل ما ناخذ هذه الفورز عجبتني هذه، خير جا برشا منكم في تعليقات قلتوا لي انه هي بنينة، الحقيقة عجبتني خير النسكافيه قوية وبنينة ورخيصة، ما نعرفش اذا نفرغهم لهني والا لا. اعطوني رايكم البنات، هاي البنات اعطوني رايكم في ركن القهوة حتى لين بالطبيعة نزينه معناها على قاعدة حتى لين نقضي كحاجات متاع قهوة وكل شيء، ونقصتني كافيتير ان شاء الله توصلني زادة. هوك عملت ديجا لهني هيك اني البريز، ديجا انا عملت البريز للكافيتير باش نعمل حاجة حصيله، حضرت الركن هذايا بالطبيعة معناها مش باش يكون كيف ما هيك كهو، ناوية اني زادة حاجاتك ناخذها معناها تدل انه هي هيك ركن قهوة كتبدا مكتوب عليها يعني كحاجات فهمتوا تدل انه هذه ركن قهوه. مازلت الحقيقه مازلت هوك حطيت الاكثريه كيسان، وهذوما بطبيعه يتنحاو، هذوما يتنحاو حتى لين حتى لين ربي يسهل هوك هوت نركحها كيما نحب. جس انتم عطيوني رايكم في المنظر، والله حسيتو زين الكوجينه على الاخر، عطاها منظر مش نورمال، اللي يدخل يقول الكوان هذايا مضخم مضخم على الاخر، ضخم لي الكوجينه. هكا حطيت هذوما كما قلت لكم، اعطوني رايكم نخليهم الا نحيهم، وهذوما زيد نعبيهم بالقهوه الا نحيهم جمله. والكيسان هكا حطيت كيساني المفضلين، ضاي هب الكيس نحط فيه تو نصرف فيه، ضاي كيسي المفضل، هذوما كيسان القهوه اللي ديما نستعملهم، لاني هكا الشمعات مانيش حارفة نحيهم ولا لا. هذوما تنعبيهم كشوكولاتة وحاجات، ولهني هيك كما قاعدين نشوفوا حطيت الكافتير هذيك اللي ديما نستعملها وكهو وكهو. البنات شنو رايكم في الركن بتاعنا؟ صدقوني من يعني من الامنيات اللي كنت نتمناه انه عندي هيك ركن كيما هيك، بطبيعه هو توا ناقص كما قلت لكم، نحب نعمل هيك تابلو فيها هيك كلمه يعني نرش هيك فيه هيك حاجات تدل انه هذيك يعني ركن قهوه، حاجاتك تقراهم الصباح تحس روحك متفائله، عرفتوا كيف فما تابلوات محلاهم هيك تحسهم تاع الصباح تاع الصبحيه، تقوم اول حاجه تحضر قهوتك وتشوفك الكلام هذاك، برشا حاجاتك نحب نشريهم كما قلت لكم، نحب ناخذ كل الكافيتير هذيك كل نتاع الكبسولات حسيلو تو بشويه بشويه نكملوا، او كديما اني نقول عملت الباز والباقي الكل بشويه بشويه تعمل.
قهوة هكا حطيت اللي عندي الكل عصير جبته حطيته، وبعدها انا بشوية بشوية تو نشوف كيفاش باش ننظم روحي وكيفاش جوش نحط فيها. بطبيعة يعني نحب نحط فيها انواع القهوة اللي نستعملهم، كان عربي كان قهوة يعني سوري، وكل نحط فيهم انواع التاي، انواع ذوكم التيزان، نحط فيهم حاجات شوكولاتة، حاجات نصنعهم في الدار كيما كوكيز كاب كيك، يعني نخصصها للقهوة، قهوة الصباح ولا قهوة العشية. تو اني هنا حطيت كنا كيك، معناها ما حتى قدام الركن هكايا المخدوم هذاك باش نزيد حاجات. بالنسبه لبرينت للكوجينه ان شاء الله تو غدوه نهبط لكم فيديو نبدا نخمل فيها بشويه بشويه. اليوز جوست اليوم فيديو هكاك هكا عملنا مع بعضنا الركن هذايا. كما قلت لكم تنحط لكم نمرو سي توفيق، يا اما نحطه لكم اليوم يا اما غدوه، مادام مازلت ما وريتكمش الكوجينه يمكن نحطه لكم غدوه. انتم شنو تطلبوا، نحبكم برشا الناس الكل وعلى خير.